السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الدرس 126 مع كلمة central. وهنا عندنا إعادة الكلمة central، وبسبب ضعف الصوت الآن تسجيل جديد، إن شاء الله يكون الصوت أفضل، وأتمنى تكتبوا لي بالتعليقات إذا كان الصوت جيد وتسمعوني واضح الصوت. إذا central هنأخذ أمثلة عليها وأهم مرادفاتها فقط في دقيقتين. أما الآن أضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. كلمة central تأتي بمعنى مركزي، رئيسي أو متوسط. central central. إذن مثال أول على كلمة central: there will be snow in central counties. إذن there will be snow in central counties. سيكون هناك ثلج في المقاطعات المركزية. خلينا نقرأها سويا: there will be snow in central counties. There will be snow in central counties. ممتاز. المثال الثاني: money is of central importance to them. المال له أهمية مركزية أو رئيسية أو مهمة جدا بالنسبة لهم. money is of central importance to them. اقرأ معي: money is of central importance to them. ممتاز. حاول تكرار العبارات 5 مرات لكل عبارة بصوت مرتفع، فهذا له تأثير كبير جدا على حفظك للكلمات بالطريقة الصحيحة. Money is of central importance to them. أهم مرادفات كلمة central: major رئيسي، main رئيسي أيضا، prime أولي، وكلمة average متوسط average. هذه أهم مرادفات كلمة central، أتمنى تكون حفظتها أو تحفظها الآن. أما الآن حاول أن تكون جملة تضع فيها كلمة central. اكتب كلمة central وضعها في جملة أسفل هذا الفيديو بالتعليق حتى استفاد منها الآخرون أيضا. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا بالحلقة القادمة 127 اللي هي موجودة وياكم الآن. century، كلمة century مهمة جدا، إذا تعلمها قمت بنشرها قبل قليل بإمكانك متابعتها. century. شكرا لكم وإلى اللقاء.